جهاد البرعي، جهاد بنوتة مصرية شرفت مصر بره فكرمتها كوريا الجنوبية، واختيرت لتصميم شعار سفارة كوريا الجنوبية لعام 2022 عبر زوم. جهاد بنفسها معانا. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا جهاد. جهاد أنا مش شايف الصورة، مش إحنا زوم ولا ده تليفون؟ آه أيوة كده شفتك أهو أخيرا الحمد لله منورة الشاشة. إزيك يا جهاد؟ أهلا حضرتك. عاملة إيه؟ بتعملي إيه في كوريا وإيه حكاية الشعار؟ لا أنت تحكي لي الحدوتة دي من الأول. والله هو حكايتي مع كوريا طويلة. ايه احكي. يعني مهتمة كده بقالي 7 سنين، والمشوار هو مشوار فني، يعني فني لهوي. بدأ ان انا الاول ان انا كنت بتفرج على الدراما التاريخية بتاعت كوريا الجنوبية، لانها الى حق يعني مشابهة لثقافتنا في الاحترام واحترام الكبير والثقافة والتاريخ وما الى ذلك. فده جذبني ان انا اعرف اكثر عن كوريا الجنوبية. طبعا باختصار شديد، كان اكتر حاجه بتلفت انتباهي هو الرسومات واللوحات اللي موجوده في بيوتهم وما الى ذلك. وطبعا بما اننا احنا شعب ذو حضاره وشعب ذو طابع فني، اكيد كان بيلفت انتباهي الثقافات الثانيه بكل تفاصيلها. فكوريا الجنوبية كانت الأقرب لمصر في الثقافة التقليدية اللي من زمان، يعني وما زالت لحد الآن محافظين عليها زي ما احنا محافظين بالضبط على تراثنا وحضارتنا الفرعونية. طبعا بدأ مشواري في كوريا بالضبط من يوم تعليق عيد الهانجل. ده عيد هنا في كوريا بيحتفلوا بيه بتأسيس اللغة الكورية. بيكتبوا فيه الهانجل، وساعتها هنا بقى قررت ان انا هو انا ليه ما بوصفهاش شويه، وان انا اخلي الكوري يفهم يعني ايه مصر، يعني ايه اللغه العربيه، وان المصري يفهم ايه كوريا في لوحاتها والجمل اللي بتكون مكتوبه بجانب اللوحات بتاعتها. فدي كانت الفكره من هنا، ان انا ادمج ما بين الرسم والخط العربي الثقافه المصريه وما الى ذلك لفكره التبادل الثقافي السني. بس ده طبعا كان بيتطلب تعلم اللغه للتفكير ما بين الشعبين، ان انا افهم الشعب ده بيقول يعني ثقافته ازاي، وفي نفس الوقت ان انا افهم المصريين هم بيعملوا ايه. فانا هنا طبعا بدرس اللغه وفي نفس الوقت بدرس الفن الكوري بتفاصيله. انا طبعا عملت لوحات كتير كورية تقليدية، كورية مصرية بطبع عربي، يعني كنت بكتب الجمل الكورية وجنبها الجمل العربية، لأن الشعب من هنا والشعب من هنا يفهم التفاصيل، اللوحة، الجمال اللي موجود في كل شعب. طبعا لان الكوريين دايما لما كنت اسال حد كوري ما زارش مصر قبل كده انت تعرف ايه عن مصر؟ فكان يقول لي ايه؟ الامر عام. طب انت ما تعرفش حاجه ثانيه عن مصر؟ يقول لي لا هي صحراء وجمال. اقول له لا، ابدا ان انا اشرح له. ومن هنا كان بيجي لهم فضول اكتر ان هم يعملوا زياره لمصر ولو حتى اسبوع ويرجعوا ثاني كوريا. وكذلك المصريين بداوا ان هم بعد فعالية يوم حرم الرئيس السابق في مصر هنا بدأ ان هم يتغطوا اكثر اتجاه تعلم الفن الكوري، والكوريين اتجاه شغفهم اتجاه اللغه العربيه ومعرفه اكثر عن الثقافه المصريه التقليديه بتاعتنا يزيد شغفهم اكثر. ف زي ما حضرتك بتقول كده، يعني ايه خمس فصل غير الشعبين في المجال الفني من خلال اللوحات، لان احيانا برضو يعني الفن مش محتاج لغه، يعني انت ممكن تبص للوحه تبدا تفهم ايه اللي موجود فيها. هو الفن بيتحدث عن نفسه وبالتالي مش محتاج مساله التفسير اللغوي ليه. يعني بقول لك ايه، بما انك في كوريا بقى كلتي ولا لا وانت في كوريا؟ جربتي اكل كوري؟ طبعا.
طب وكلتي اكل الشوارع في كوريا؟ يعني محلات انت عارف عندهم محلات زغنطاطه زغنطاطه كده، وتلاقي اصحاب المحل هم اللي بيقعدوا يطبخوا نفسهم. جربتي؟ اكلهم جامد قوي. بص، هو الاكل كله يعني اغلبيته معتمد في المدينه اللي انا فيها، معتمد على السي فود، يعني الاسماك والحاجات البحريه. فطبعا اكيد انا بحب الحاجات دي، فجربت كل الاكل ما شاء الله. وهتلاقي دايما الاكل مليان شوربه، صح؟ الاكل مليان شوربه، تلاقي دايما عاملين شوربه، تلاقي الاكل عايم كده في شوربه رائعه. بيحبوا المشروبات الصيفيه، يحبوا الشوربه قوي قوي. لا خدي بالك، ده انا بيحبوا الحاجات دي جدا. لا ده انا غاوي اكل كوري، كوريا الجنوبيه تحديدا. انا هم اكلين يعني في كوريا الجنوبيه والشماليه الاثنين زي بعض تقريبا يعني، بس كوريا هناك كمان البلاد الساحل عندهم بلاد ساحليه كتير، لكن البلاد اللي قايمه على ثقافه الصيد وثقافتها الغذائيه قايمه على ما ياتي من البحر، يا خرابي على اكلهم. طبعا ده لا يثنينا عن ان احنا نشكرك جدا يا جهاد، نورتينا وشرفتينا وشرفتي البلد وفرحتينا. فنانتنا جهاد البرعي عبر زوم من كوريا الجنوبية كانت منورانا.